2020؟ برج السرطان رح نسميه عام استعادة الثقة بالنفس والتقدير. السرطان أنا بطلب منه يحط شعار لحاله ويقول أنا لازم أرفع من شأني الاجتماعي ولازم حدا يأشره أو يأشره علي بالبنان أنه أنا عملت إنجاز، أنا عملت شيء. بده يكون هو بمرحلة إنجاز مهني، تغيير، شهرة، إذا اشتغل على حاله طبعا أضواء عليه، يحصل على تقدير، يحصل على مكافأة، يحقق طموحات، بدعم من مشتري الحمل طبعا رح يعطيه بركاته، وبده يبذل جهود طبعا لهالشيء، ممكن يتولى منصب قيادي. مع مشتري الثور بياخذ استراحة بعد تعب، طبعا تعب بالمرحلة الخمسة أشهر الأولى وأنجز مهنيا وعم يشتغل على حاله لوصل هالموضوع، فبيكون بمرحلة نشاطات اجتماعية، بيكون مع أصدقاء، بيكون بده يطلع مناسبات، دعوات، وين بيتوجه له دعوة، وين سفرة حلوة، وين قاعدة أو لمي ظريفي، فبيكون بفترة بعدها أنه كتير بكافئ حاله وبينبسط، وممكن يتعرف على أشخاص جدد، يكون له معهم حظ بعمل، وممكن يكون العمل على سفر. كتير العالم هلأ عم تستبشر دائما بس تقولي لنا على سفر، يعني كتير كله عم يحب الفكرة. ممكن حتى ينتقل لبلد تاني أو يحصل على فيزا، أو يكون عنده دعم بفرص تعلم اللغات، الثقافات الأجنبية المختلفة. كمان ممكن عنده شيء كتير مهم للسرطان، أنه كمان طلع عنده بلوتو، كان بمربعه بلوتو الجدي. أيوة. شو بدي يحسن له هون؟ هي أحسن فكرة، أنه العلاقات أو العقود والشراكات العملية والزواج والارتباط. كل شيء عندهم كان كل شيء كان عندهم معاناه بده يبلش يريحهم ويفك عنهم. يعني يفك عنهم لمواليد برج السرطان ان شاء الله، انه في كثير فرص تحقيق امنيات بالنصف الثاني من العام. المواليد 2021 22 من برج السرطان بده ينتبهوا من بلوتو الجدي عاطفيا، كمان ما يتسرعوا ياخذوا قرارات عاطفيه.